هاي بنات، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معاكم رهف من قناة رهف قوم. الدور يلي اليوم راح يكون عن آلة المطاط تاعتي، راح اوريكم آلة المطاط تاعتي. فهذه الآلة انا صنعتها بنفسي. فاول شيء كتبت عليها لون باندز والاوتين اللي هنا، حطيت لهم رموش وعينين وحطيت لهم وجبتها. المهم يعني عملته على الشكل وجه، وكمان هنا علقت نجوم، او كمان هنا بسة، هذه القطة او بسة. المهم كانت لي ساعة، كان هنا جوات هذه الدائرة الساعة، لكن الساعة ضاعت فقررت استفيد منها وعلقتها هنا. وكمان في هذا الشكل اللي هي ارنب، ما اعرف شو، مغمض عيني. كانت على بوكلي فانقبعت البوكلي وحطيتها هنا، وهنا علق توقيع وقلوب حب. المهم يعني الزينة. وهنا في شبارة، الشبارة زي ما قلت، أو قماش، يعني هي نوعيتها قماش. المهم علقتها على شكل بيبيوني وبس، نفكها هيك وبعدين خرمتها من هنا مخرم وأفكها بهذا الشكل. فبعدين أفتحها بهذا الشكل. اول شيء حطيت فيها ورقة التعليمات اللي تيجي بالآلة اللي احنا نشتريها من المحلات. كمان حطيت مكان لآلة المطاط، آلة المطاط عادية، وكمان بينك، يعني المطاط الوانه بينك فاتح، بينك غامق، وريد، ويلو، وبربر، وأورنج، وجرين، وبلو، وكمان بلاك وأورنج. هذا الأورنج اللي يجي غامق غامق يجي، وهذا فاتح. أوكي، فكمان عملت هدول الرفوف اللي حطيت بيهم. بس لحظة، كرز ووجه بضحك. على ما اعتقد اني عملت الوجه بضحك، ما اعرف ايش اللي عملته، لكن اذا ما عملتش ايش راح اعمله في فيديوهات التانية. وكمان عندي هنا القفل على شكل اس، كلهم قفل، حوالي 100 100 وإشي، ما اعرف. وكمان في هذا اشتريته مؤخرا، يجمع كيس المطاط، كيس المطاط، فاجمعه هيك فخليته لحاله. كمان في عندي الكروشيه هوك، عملت له غطاء بالمطاط بهذا الشكل، غطاء. وكمان هيك وهيك الحديد اللي دايما استعملها في فيديوهاتي. وكمان حوالي، لحظة عدهم، 10 10 كروشيه هوك صغير، 5 أصفر و5 وردي. هذا هو كل شيء كان بآلتي. راح أوريكم كيف نسكرها. راح أخذ الشبرة الأولى، راح ادخلها داخل هذا اللي خرمته الدائرة، وكمان هاي الشبرة التانية راح ادخلها جوا الخزن. بعدين هذه بعملها هيك وبلف هذه هيك، وبصير عندي بابيونة بهذا الشكل. فأتمنى إنه آلتي تعجبكم. إذا عجبكم الفيديو وآلتي كمان، ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. Please, bye.